حكيت مع السيد نوزت وقلت له اني بدي روح لعند السيبيري. ليش؟ لانه سويت خطه. وشو هي؟ قلب أصلان بيك؟ هات أتحفنا يا رئيس. عمي بدي أعيش الألم هيك، بدي ساوي خطة وأصبر كمان وآخر شي بربح. منيح، شو هالخطة؟ أحكي لشوف. وقت التقي بالرجال رح يكون في هجوم على نقلة سلاح. الدولة رح تهجم. غلط، نحن اللي رح نهجم. عم يقول نحن؟ لمين عم يقول يا وهبي؟ أنا وأنت وأوزر وتجار الطاولة وكل من بيكون ضد السيبيري. يعني نحن اللي رح نهجم. فينا نعملها رئيس. ليش انت شو بتعرف لحتى تعمل يا صهر؟ انا عملت بحث عن السفينة، سفينة سياحية وراء نظيفة، ومو بس هيك حتى مسجل ايمتى بتوصل على المينا. تمام لكان، اعطينا رقمها. هالشغل شغلنا رئيس، مو هيك يا صوص؟ شو بك صهر؟ معليش ما تعجقها، خلينا نفهم بالاول. رح فهمكن انا، هاي السفينة كلها مليانة سلاح، واذا نحنا منحط ايدنا على هالسلاح ومناخده رح يعلق السيبيري مع الروس ورح ينهزم وينسحب من قدامنا. لو حكينا هون بالأول مع بعض وبعد ما نتفق وناخد إذن الرئيس خضر منروح منحكي مع السيد نوزت، مو كان أحسن؟ عمي أنا ساويت خطة مشان مصلحة الكل. إذا بيقول عمي لأ على هالخطة فرح يكون لأ، وما بتتنفذ الخطة من أساسها. منروح ومنواجه السيبيري ومنورجي قيمته، وبأي حالة منطلع من هنيك ما بتفرق بالنسبة إلي، لأني بجميع الأحوال ما بعرف حالي إذا عايش. إلك الحق تساوي خطة على هالشي عمي الياس. ما في شي غلط بهالكلام، هالخطة منيحة لتضلوا سالمين وقت تكونوا جوا. أنت عم تقول هيك يا وهبي؟ أساساً الحرب بلشت وبالذات مع الروس يا رئيس. فخري، وقت شاركنا الخطة نحن دعمناه رئيس، بس من هلأ لازم يكون في شي جديد. منيح، نفذوا خطة سيادته، وإذا ما نجحتوا فاعتبروا إن ما رح نطلع عايشين من هنيك. القرار عند الياس. ريها امشي مشان نشوف أبوك.